دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصر المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية. هذه تصريحات ومواقف وتصرفات تحريضية عنصرية. We utterly object to that kind of language, and it's extremely unhelpful to again trying to de-escalate the tensions and trying to find a viable two-state solution going forward. It is wrong. It is disrespectful. It is dangerous. It is counterproductive to say these kinds of things in a situation which is already very tense. هذه الخريطة التي ظهرت على المنصة التي تحدث بها وزير المالية الإسرائيلي هي في الأصل عبارة عن شعار لمنظمة إتسل الإرهابية، كما تظهر بالخارطة تضم فلسطين كاملة والأردن كاملة وأجزاء من سوريا ولبنان والسعودية. هذه الخارطة يعني في الأصل في شعار هذه المنظمة، هناك صورة بندقية وكتبة هكذا فقط، يعني بلغة السلاح نسيطر على هذه الأرض، أرض إسرائيل الكاملة، عبارة عن عصابات صهيونية كانت ممنوعة ومحظورة من قبل الانتداب البريطاني، إبان الانتداب البريطاني في على أرض فلسطين التاريخية، وهي منظمة أنشئت في 1931 في القدس، وهي بالأصل يعني الإتسل هي مختصر لثلاث كلمات باللغة العبرية معناها إرجون صبائي لأمي، يعني منظمة عسكرية قومية سرية. هذا الوصف الرئيسي الذي أتى منه اسم هذه المنظمة، منظمة الإرجون، المنظمة العسكرية، وهي أساس نشأة الجيش الإسرائيلي حالياً، وتمخض عن هذه الحركة حزب حيرود، والذي الآن هو يعرف بحزب الليكود الذي يقوده نتنياهو في حكومته السادسة والأخيرة.